بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الاول متوسط في ماده الرياضيات في الفصل الدراسي الاول. لدينا اليوم الاختبار التراكمي للفصل الثاني. معلمكم الاستاذ علي عبد الله العنبر وزميلتي في لغه الاشاره استاذة نسرين النصار. اذا لدينا الاختبار التراكمي للفصل الثاني. في الاختبار التراكمي في القسم الاول اختيار من متعدد. اختر الإجابة الصحيحة السؤال الأول يركض طارق مسافة سين كيلو متر في كل يوم من الأيام الاثنين الثلاثاء والخميس ويقطع مسافة صاد كيلو متراً راكبا دراجته في كل من يومي السبت والأربعاء ما المعادلة التي تمثل مجموع الكيلومترات ورمزنا لها بالرمز عين التي يقطعها طارق في كل اسبوع اي من هذه البدائل هل هو الف ام باء ام جيم ام دال لدينا في السؤال من المعطيات يركض طارق مسافة س كيلومتر في كل يوم من الأيام الاثنين والثلاثاء والخميس. إذا يركض مسافة س كيلومتر. إذا سوف تصبح ثلاثة س، نرمز لها بالرمز ثلاثة س. ويركب الدراجة مسافة صاد كيلومتر في يومي ماذا؟ السبت والأربعاء كما ظللناها باللون الأخضر هنا إذا سوف تصبح ماذا؟ اثنين صاد إذا المجموع وهو يمثل ماذا؟ السؤال كما معطى ما المعادلة التي تمثل مجموع الكيلومترات وهي عين إذا سوف تصبح عين تساوي كم؟ نعم تصبح عين تساوي ثلاثة س مضافا اليها اثنين ص اذا تصبح المعادله المعادله هي ع تساوي ثلاثه س مضافا اليها اثنين ص اذا الاجابه الصحيحه من بين هذه البدائل هو البديل الف الاجابه الصحيحه هو البديل الف ايضا في القسم الاول اختيار متعدد اختر الاجابه الصحيحه السؤال الثاني ما قيمة المقدار ثلاثة مضافا إليها ستة مضروبة في عشرة ناقص سبعة ومن ثم مطروحا منها ثلاثة أس اثنان أو نقرأها ثلاثة تربيع هل هو البديل ألف صفر أم باء اثنى عشر أم جيم ثمانية عشر أم دال أربعة وسبعين؟ هذه هي العبارة ثلاثة مضافا إليها ستة مضروبة في عشرة ناقص سبعة ومن ثم مطروحا منها ثلاثة تربيع أو ثلاثة مرفوعة للقوة الثانية لإيجاد قيمة هذا المقدار نقوم بماذا؟ نستعمل ترتيب العمليات أولا نحسب ما بداخل القوس ما بداخل القوس هنا عشرة ناقص سبعة عشرة ناقص سبعة نعم قيمتها كم؟ صحيح قيمتها ثلاثة إذا سوف تصبح العبارة ثلاثة مضافا إليها ستة مضروبة في الثلاثة ومن ثم مطروحا منها ثلاثة تربيع الآن حسب ترتيب العمليات ماذا نستخدم العملية الأخرى نعم لدينا القوة لدينا هنا ماذا القوة إذا نوجد القوة هنا هذه ثلاثة مرفوعة للقوة الثانية كيف نوجد هذه القوة ثلاثة أس اثنان نعم نستخدم العدد ثلاثة كعامل مضروب في نفسه مرتين ثلاثة ضرب ثلاثة إذا تصبح العبارة ثلاثة مضافا إليها ستة مضروبة في ثلاثة ومن ثم مطروحا منها ماذا؟ مطروحا منها تسعة وهي تمثل هذه القوة الآن سوف نحسب الضرب لدينا الضرب هنا أين؟ ستة مضروبة في ثلاثة هنا الستة والقوس هنا على الثلاثة تعني أن العملية بينهم عملية ماذا؟ عملية ضرب إذا نحسب الضرب 6 في 3 ما هو حاصل ضرب 6 في 3؟ نعم حاصل ضرب 6 في 3 هو 18 إذا تصبح العبارة ماذا؟ تصبح العبارة 3 مضافاً إليها 18 ومن ثم مطروحاً منها 9 الآن لدينا عملية جمع وطرح 3 زائد 18 ومن ثم مطروحاً منها 9 3 زائد 18 نعم 21 واحد 21 وعشرين. واحد وعشرين نطرح منها 9 ما هو الناتج؟ صحيح، الناتج 12، من حصل منكم على 12 فاجابته صحيحه، اذا الاجابه الصحيحه من بين البدائل هي ماذا؟ البديل ب، قيمه هذا المقدار هو 12. ايضا في القسم الاول اختيار من متعدد، اختر الاجابه الصحيحه. السؤال الثالث كانت درجة الحرارة في مدينة عند الساعة الثامنة صباحاً سالب اثنان درجة سليزية، وعند الساعة الواحدة ظهراً ارتفع ارتفعت ست درجات سليزية، وعند الساعة التاسعة ليلاً عادت فانخفضت عشر درجات سليزية، ما درجة الحرارة عند الساعة التاسعة ليلاً؟ هل هي البديل ألف أربعة عشر أم البديل باء؟ 6 أم جيم سالب 6 أم دال سالب 14 في السؤال في إحدى المدن كانت درجة الحرارة الساعة الثامنة صباحا هي سالب 2 درجة سليزية وعند الساعة الواحدة ظهرا ارتفعت ست درجات سليزية وعند الساعة التاسعة ليلا انخفضت 10 درجات سليزية ما هي درجة الحرارة عند الساعة التاسعة ليلا أولا الجملة نكتب جملة لإيجاد قيمتها أولا كانت درجة الحرارة هي سالب اثنان درجات سليزيه الساعة الثامنة صباحا وعند الساعة الواحدة ظهرا ارتفعت ست درجات سليزيه إذا مضافا ستة أو زائد ستة وعند الساعة التاسعة ليلا عادت فانخفضت عشر درجات سليزيه الانخفاض يعني سالب إذا سوف نضيف إليها سالب عشرة سالب عشرة إذا أصبحت الجملة هي سالب 2 زائد 6 مضافاً إليها سالب 10 لإيجاد قيمة هذه العبارة. نعم نستخدم خاصية الإبدال. لدينا 6 مضافاً إليها سالب 2 مضافاً إليها سالب 10. هنا نستخدم ماذا؟ خاصية التجميع. 6 مضافاً إليها سالب 2 مضافاً إليه سالب 10. الآن ما هو ناتج سالب اثنان مضافا إليه سالب عشرة جمع عددين صحيحين لهما نفس الإشارة صحيح سوف نضع نفس الإشارة ونجمع العددين سوف تصبح العبارة هي ستة مضافا إليها سالب اثنى عشر الآن ستة مضافا إليها سالب اثنى عشر نبسط هذه القيمة نعم جمع عددين صحيحين سوف تصبح ماذا تساوي كم صحيح تساوي سالب ستة إذا الإجابة الصحيحة من بين هذه البدائل هو البديل جيم وهي سالب ستة وتمثل درجة الحرارة عند الساعة التاسعة ليلا أيضا في القسم الأول اختيار من متعدد اختر الإجابة الصحيحة السؤال الرابع هاشريوغاتا هي أخفض نقطة في اليابان إذ تنخفض أربعة أمتار عن سطح البحر ويعتبر جبل فوجي أعلى نقطة عن سطح البحر في اليابان ويرتفع 3776 مترا ما الفرق بين أعلى نقطة وأخفض نقطة في اليابان هل هي البديل ألف 3780 مترا أم البديل باء 3772 مترا أم البديل جيم 3080 مترا أم البديل دال 944 مترا سوف ماذا نفعل؟ نعم نطرح أخفض نقطة من ماذا؟ من اعلى نقطة، لدينا اخفض نقطة هي أربعة أمتار عن سطح البحر، تنخفض أربعة أمتار عن سطح البحر يعني سالب أربعة. ولدينا أعلى نقطة في اليابان هي ماذا؟ 3776 مترا فوق سطح البحر. إذا سوف نطرح أخفض نقطة، قمنا بطرح هنا هذه عملية ماذا؟ طرح. نطرح أخفض نقطة من ماذا؟ من أعلى نقطة تصبح العبارة 3776 مطروحا منها سالب 4 لإيجاد الطرح كما تعلمنا سابقا 3776 نحول عملية الطرح هذه إلى ماذا؟ إلى جمع أما العدد المطروح نأتي بماذا؟ بمعكوسه أو نظيره الجمعي نظيره الجمعي أو معكوسه هو العدد 4 وما علينا إلا أن نجمع هاتين القيمتين 3776 مضافا اليها ماذا؟ مضافا اليها أربعة. ما هو ناتج الجمع؟ نعم، من حصل منكم على 3780 مترا فإجابته صحيحة. إذا الفرق بين أعلى نقطة وأخفض نقطة في اليابان هو الإجابة الصحيحة هي البديل ألف 3780 مترا. أيضا في القسم الأول من اختيار من متعدد اختر الإجابة الصحيحة السؤال خمسة في الشكل أدناه أي النقط تقع داخل المثلث المرسوم السؤال ألف هل هي النقطة ثلاثة وأربعة أم باء اثنان وصفر أم جيم سالب ثلاثة وستة أم دال سالب واحد وسالب واحد أي من هذه النقط تقع داخل المثلث المرسوم أمامنا هذا هو المثلث كما هو واضح امامنا. أي من هذه النقط تقع داخله؟ لاكتشاف أي نقط تقع داخله ما علينا إلا أن نمثل النقط. النقطة الأولى لدينا ثلاثة وأربعة. إذا هنا من محور السير ومن نقطة الأصل وحدة اثنتان ثلاث. إذا هذا الإحداث السيني ثلاثة. الإحداث الصادي أربعة. إذا أربعة موجبة نرتفع للأعلى أربع وحدات. واحد اثنان ثلاثة أربعة، هذه هي النقطة ثلاثة وأربعة، هل هي تقع داخل المثلث؟ لا لا تقع داخل المثلث. هذه أحد إحدى رؤوس المثلث. إذا البديل ألف بديل خاطئ. ننتقل للبديل باء. لدينا النقطة اثنان وصفر. الإحداثي السيني هذا الإحداثي السيني وهذا الإحداثي الصادي. الإحداثي السيني هنا من نقطة الأصل إلى اليمين ماذا؟ وحدتين وعلى الإحداث الصادي صفر لا نتحرك لا إلى الأعلى ولا إلى الأسفل هذه النقطة اثنان فاصلة صفر هل هي تقع داخل المثلث؟ هذه النقطة خارج المثلث إذا البديل باء أيضا ماذا؟ أيضا خاطئ لنجرب البديل ماذا؟ البديل جيم سالب ثلاثة وستة هذا الإحداث السيني وهذا الإحداث الصادي من نقطة الأصل على محور السينات سالب ثلاثة إلى اليسار ثلاث وحدات. وعلى الإحداث الصادي هنا ستة يعني إلى الأعلى. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، تقريبا النقطة هنا وهي سالب ثلاثة وستة. هل هذه النقطة تقع داخل المثلث؟ لا، إذا البديل جيم أيضا إجابة خاطئة. الآن لدينا ماذا؟ البديل دال سالب واحد وسالب واحد هذا هو الإحداث السيني وهذا الإحداث الصادي إذا على محور السينات من نقطة الأصل نبدأ سالب واحد وحدة واحدة إلى اليسار وعلى محور الصادات سالب واحد إذا على محور الصادات نقطة واحدة إلى الأسفل أو وحدة واحدة وهذه هي النقطة سالب واحد وسالب واحد هل هذه النقطة تقع داخل المثلث؟ نعم صحيح إذا البديل دال هو الإجابة الصحيحة هذه هي النقطة الأولى كما قلنا ثلاثة وأربعة وهذه هي النقطة الثانية اثنان وصفر وهذه هي النقطة الثالثة تقريبا سالب ثلاثة وستة كلها خارج المثلث أما النقطة الأخيرة دال سالب واحد وسالب واحد فهي تقع داخل المثلث والبديل الصحيح هو البديل دال أيضا في القسم الأول اختيار من متعدد اختر الإجابة الصحيحة السؤال السادس في أحد السباقات فاز بالمراكز الأربعة الأولى أسامة وليث ومهند وحمزة إذا أنهى مهند السباق قبل حمزة وأنهاه أسامة قبل حمزة أيضا ولكن بعد كل من ليث ومهند فأي المعلومات الآتية تحتاج إليها لتحديد ترتيب المتسابقين الأربعة من الأسرع إلى الأبطأ هل هو البديل ألف؟ هل أنهى ليث السباق قبل مهند أم بعده؟ أم باء؟ هل أنهى أسامة السباق قبل حمزة أم بعده؟ أم جيم؟ هل أنهى مهند السباق قبل أسامة أم بعده؟ أم دال؟ هل أنهى ليث السباق قبل أسامة أم بعده؟ لنفترض أن السباق يسير بهذا الاتجاه. لدينا في المعطيات ماذا؟ أنهى مهند السباق قبل حمزة. مهند أنهى السباق قبل حمزة. مهند أنهى السباق قبل ماذا؟ قبل حمزة، إذاً سوف يكون مهند هنا وحمزة هنا. أيضاً لدينا في المعطيات أنهاه أسامة قبل من؟ نعم قبل حمزة أيضاً. إذاً أسامة سوف يكون هنا ولكن ماذا؟ ولكن بعد كل من ليث ومهند. أسامة بعد كل من ليث ومهند. إذاً مهند هنا أسامة ترتيبه في السباق بعد كل من ليث ومهند أي المعلومات الآتية نحتاج إليها لنحدد ترتيب المتسابقين من الأسرع أو الأربع من الأسرع إلى الأبطأ أنا أعرف هنا أن أسامة ماذا قبل حمزة وبعد كل من الاثنين ليث ومهند أيضا أعرف أن مهند قبل من قبل حمزة ولكن أنا هنا احترت في من احترت في مهند وليث هل البديل ألف والذي يقول هل أنهى ليث السباق قبل مهند ام بعده هل هذا البديل هو من ما أحتاجه من المعلومات لكي يحدد ترتيب المتسابقين نعم صحيح هذا أحتاجه أنا محتار هنا في مهند وليث من قبل الآخر أو من بعد الآخر البديل ألف بديل صحيح أما البديل باء هنا هل أنهى أسامة السباق قبل حمزة؟ أنا أعرف أن أسامة أنهى قبل حمزة وبعد كل من ليث ومهند، هذا معطى، إذا البديل باء لا أحتاجه. البديل جيم هل أنهى مهند السباق قبل أسامة أم بعده؟ هذا البديل أنا لا أحتاجه، لأني أنا أعرف أن أسامة بعد كل من ليث ومهند. البديل دال هل أنهى ليث السباق قبل أسامة أم بعده؟ أنا أعرف ماذا؟ أن أسامة أتى بعد ليث ومهند، إذا هذا البديل لا أحتاجه، إذا البديل الصحيح ماذا؟ هو من؟ هو البديل ألف. البديل الأول هو الصحيح، أما بقية البدائل فهي بدائل خاطئة، إذا الإجابة الصحيحة هي ألف. أيضا في القسم الأول اختيار المتعدد، اختر الإجابة الصحيحة، السؤال السابع قاد عبد الله سيارته بسرعة 50 كيلومترا في الساعه يوم الاحد و55 كيلومترا في الساعه يوم الاثنين و53 كيلومترا في الساعه يوم الثلاثاء اذا تم التعبير عن زمن قيادته للسياره يوم الاحد بالرمز س ويوم الاثنين بالرمز ميم ويوم الثلاثاء بالرمز نون فاي العبارات التاليه تدل على المسافة التي قطعها عبد الله في الأيام الثلاثة أي من هذه البدائل هل هو ألف أم باء أم جيم أم دال لدينا في السؤال من المعطيات عبد الله قاد سيارته بسرعة 50 مترا في الساعة يوم الأحد هنا ظللناها باللون الأحمر ورمزنا هنا ليوم الأحد أو بالتعبير عن زمن القيادة بالرمز ماذا؟ سين إذا سوف نكتب ماذا؟ نعم 50 سين ايضا لدينا مضافا اليها 55 كيلو مترا في الساعه يوم الاثنين، قاد عبد الله سيارته 55 كيلو مترا في الساعه يوم الاثنين، ظللناها بالاخضر. ويوم الاثنين نعم رمزنا له بالرمز ماذا؟ ميم اذا سوف تصبح 55 م، مضافا اليها يوم الثلاثاء ما هو؟ نعم يوم الثلاثاء باللون الازرق قاد عبد الله 53 كيلو مترا، ويوم الثلاثاء هنا رمزنا له بالرمز نون. إذا سوف تصبح ثلاثة وخمسين نون إذا العبارة تدل التي تدل على المسافة التي قطعها عبد الله في الأيام الثلاثة هي 50 سين زائد خمسة وخمسين ميم زائد ثلاثة وخمسين نون إذا أي البدائل الصحيح من بين هذه البدائل نعم هو البديل جيب 50 سين زائد خمسة وخمسين ميم زائد ثلاثة وخمسين نون القسم الثاني الإجابة القصيرة أجب عن السؤالين الآتيين السؤال الثامن أحسب قيمة العبارة أربعة أس اثنان ناقص ثلاثة في أربعة مضافا إليها اثنان هذه هي العبارة لحساب قيمة هذه العبارة نستخدم ماذا؟ نستخدم ترتيب العمليات هنا لا يوجد لدي أقواس يوجد لدي ماذا؟ القوة سوف نوجد القوة أربعة أس اثنان نعم معناها أربعة ضرب أربعة قيمتها كم؟ 16 ويتبقى في العبارة سالب ثلاثة مضروب في أربعة مضافا إليها اثنان الآن نحسب الضرب لدي ثلاثة في أربعة تصبح العبارة 16 مطروحا منها 12 12 عشر. عشر قيمة ثلاثة ضرب أربعة ومضافا إليها اثنان الآن لدي الجمع والطرح 16 ناقص 12 ومن ثم مضافا إليها اثنان نعم بعد التبسيط سوف يصبح الناتج يساوي 6. أيضا في القسم الثاني في الإجابة القصيرة أجب عن السؤالين الآتيين. السؤال 9: اشترت نوال س كيلوغرام من السكر ودفعت ثمنها 32 ريالا. فكم كيلوغراما من السكر اشترت إذا علمت أن سعر الكيلوغرام الواحد بأربعة ريالات؟ إذا نوال اشترت س كيلوغرام من السكر لا أعلم. كم عدد الكيلوغرامات التي اشترتها؟ ولكن دفعت 32 ريالا ثمن هذا السكر. فكم كيلوغراما من السكر اشترته؟ اذا علمت ماذا؟ ان سعر الكيلوغرام الواحد باربع ريالات. سين تساوي ماذا؟ سوف تساوي 32 تقسيم اربعه، سوف نقسم المبلغ على ماذا؟ على ثمن الكيلوغرام الواحد. وسين هي تمثل ماذا؟ تمثل عدد الكيلوات التي اشترتها نوال من السكر. 32 تقسيم 4 كم تساوي؟ صحيح تساوي كم؟ تساوي 8 كيلو جرام اذا عدد الكيلوغرامات التي اشترتها نوال هي 8 كيلو جرام. القسم الثالث الاجابه المطوله اجب على السؤال الاتي موضحا خطوات الحل. السؤال 10 رسم مستطيل ومربع في المستوى الاحداثي كما هو موضح ادناه. لدينا مستطيل مرسوم ومربع في هذا المستوى الإحداثي استعمل الشكل الأعلى للإجابة على الأسئلة من ألف إلى جيم السؤال ألف حدد زوجة مرتبا مشتركا بينهما لدينا هذا هو المستطيل كما هو واضح ولدينا أيضا هذا هو المربع عفوا المربع المربع مرسوم بداخل المستطيل نريد ان نحدد نقطه او تمثل زوجا مرتبا مشتركا بين المستطيل والمربع على سبيل المثال نختار هذه النقطه موجوده على المستطيل وموجوده على المربع نكتب احداثياتها التي تشكل زوج مرتب لدينا هنا من نقطه الاصل الى اليمين في الإحداث السيني وحدتان الى اليمين يعني موجب وفي الاحداثي الصادي وحدتان الى الاعلى يعني النقطة هي اثنان فاصلة اثنان أيضا سوف نجيب على السؤال باء حدد زوجا مرتبا يقع داخل المستطيل وخارج المربع نريد أن نحدد ماذا؟ نحدد زوج مرتب يقع داخل المستطيل وخارج المربع يعني في هذه المنطقة داخل المستطيل وخارج المربع لنختر على سبيل المثال هذه النقطة داخل المستطيل وخارج المربع نكتب إحداثياتها لدينا على الإحداث السيني سالب واحد ولا الإحداث الصادي موجب واحد إذا سوف تصبح سالب واحد وواحد أيضا في السؤال جيم كم وحدة يمكن زيادة طول المربع ليبقى مرسوما داخل المستطيل ومن ثم أكتب إحداثيات رؤوسه المست... المربع كما هو واضح امامكم باللون البرتقالي استطيع ان ازيده كم لاحظوا هنا ازداد وحده واحده ازداد هنا وحده واحده فقط ويبقى داخل ماذا ويبقى داخل المستطيل اذا كم وحده يمكن زياده طول المربع ليبقى مرسوم داخل المستطيل وحده واحده احداثيات الرؤوس بعد الزياده لدينا هذه النقطه إحداثياتها كم؟ نعم أربعة على محور السينات وعلى محور الصادات اثنان هذه النقطة إحداثيها السيني وسالب واحد والصادي اثنان أيضا لدي هذه النقطة أو هذا الرأس إحداثيه على محور السينات سالب واحد وعلى محور الصادات سالب ثلاثة أيضا هذا الرأس إحداثيه على محور السينات أربعة وعلى محور الصادات سالب ثلاثة الى هنا يا احبتي نكون قد انهينا درسنا لهذا اليوم دمتم بحفظ الله ورعايته